بي اس 91. ايه البي اس 91 دوت؟ ده لو انت عندك مشروع معين وعايز تشوف الموردين هيقدروا يحققوا الحاجات المطلوبة منهم ولا لا، فمع المناقصة بتعمل استبيانات معينة بحيث تتأكد اذا كان الشركة تقدر تعمل المشروع ده ولا لا، عندها سابقة عمل ولا لا، الكام بتاع الشركة قد ايه. فالحكومة البريطانية عملت مواصفات متاحة ان انت تحملها مجاني بي اس 91. ده استبيان موحد فيه شوية أسئلة، في حاجات فيهم إجباري لازم يجاوب عليها، يعتبر زي الحد الأدنى، في معلومات اختيارية، تمام، في أسئلة إلزامية زي هيكل الشركة، تفاصيل الاتصال، البيانات المالية، موضوع الصحة والسلامة، دي حاجات لازم يجاوبها، وفي أسئلة اختيارية زي تكافؤ الفرص والتنوع في التعيينات، إدارة البيئة والجودة. فالأسئلة دي بتخليك تعرف الراجل أو الشركة اللي جاية تاخد منك المشروع دوت هل يناسبك ولا لأ، أو هو على قدر المشروع دوت ولا لأ. فده بيساعد الموردين إن هو يفهم اللي مطلوب منه، ممكن يكون في حاجة ناقصة عنده فيبدأ يعالجها بحيث إن هو يقدر يشتغل في المشروع دوت، يقدر يساعد المالك إن هو يختار أفضل مقاول. هي المفروض انها اللي عاملها هو معهد المعايير البريطانيه البي اس اي، ومعموله للحكومه، والحكومه باي مشروع عايز تخش فيه تبع الحكومه البريطانيه لازم تجاوب على البي اس 91. وبنصح الشركات العاديه سواء جوه بريطانيا او بره بريطانيا انها تشتغل بالاستبيان دوت، لانه هيخليك تفهم ايه المطلوب منك وايه المطلوب من المورد ان هو يعمله. من موقع البي اس اي شوب تقدر تحمل المواصفة مجاني، اول ما هتفتحها تجرب كده، هي مجرد اسئلة بأساس تتعرف على المورد وتعرف هل هو هيقدر يأدي لك الاغراض ولا لا. فبتلاقي مجموعة من الاسئلة مفروض ان انت مثلا بتطبعهم وتديها له، فهو يبدأ يجاوب على المعلومات، يعرف نفسه ويعرف اسم الشركة ويعرف الاتصال الايميل الفاكس. طبعا ما ينفعش حد يتقدم لمراسة او لشغل بدون ما يعرف المعلومات ديت. وبعد كده بنبدأ نسأل بعض الاسئلة عشان نتعرف على طبيعة الشركة والخبرة بتاعتها وطريقة التعامل معاها والشغل بتاعها عامل ازاي، تمام. فبيديله بعض الاسئلة وهو بيجاوب يس او نو، او في بعض الشرح يقدر يشرح هنا. دي بيسهل الشغل بحيث ان انا ابقى فاهم الشركة ديت هل على قدر القوة تشتغل بالشغل دوت، او انا معترض على حاجة مثلا هي ما عندهاش هيلثي مثلا وانا مهتم بالموضوع دوت، هي ما عندهاش سيفتي وانا مهتم بالموضوع دوت. فبنبدأ نتعرف على الشركة، وده طبعا بيبقى الزامي، ما ينفعش بعد ما هو يجاوب عليه يقول لا ده انا ما عنديش الموضوع دوت. هل انت مثلا عندك خبرة في الهيلث اند سيفتي في مجال الكونستراكشن، فهو وده الشرح بتاعه، هو بيجاوب يس او نو، او لو عنده اي اضافة يقدر يضيفها هنا.